الله الرحمن الرحيم. اليوم الثلاثاء 19/4/2022 تشرف مديرية أوقاف إسكندرية بحضور مهندسة جيهان سكرتير عام مساعد المحافظة نيابة عن معالي السيد اللواء الوزير محمد بك الشريف محافظ إسكندرية في استقبال الدفعة 12 من لحوم صكوك إطعام الطعام. زنت هذه الدفعة 4 أطنان ليصل مجموع ما وصل إلى محافظة إسكندرية حتى الآن 40 طن لحوم صكوك إطعام الطعام. هذه الدفعة كل الدفعات السابقة يتم تسليمها فور وصولها بمعرفة المحافظة للسادة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة مجدة وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي. يتم التوزيع وفق الكشوف المعدة بمعرفتين، وكذا التسليم والتوزيع يتم فور وصول الدفعة وفق الكشوف التي تم اعتمادها ومعدة بمعرفة التضامن الاجتماعي. ومديرية أوقاف الإسكندرية ومحافظة إسكندرية أيضا لا تملك إلا أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لاهتمامه البالغ والملموس لمحافظة أسكندرية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبا. وكل عام وحضراتكم بخير. احنا النهاردة يوم إسكندرية فعلا بتفرح فيه وبتبتهج فيه، بس ده طبعا فضل ربنا وفضل وزير الأوقاف. وطبعا وزير الأوقاف احنا بنشكره جدا على اهتمامه البالغ بمحافظة إسكندرية وتواجد اللحوم مرتين في الأسبوع، يعني مش مرة وبتعدي، لا احنا في كل أسبوع مرتين، كل مرة 4000 طن. تسلمت مديرية أوقاف الغربية كمية لحوم من صكوك الإطعام لتسليمها للتضامن، والكمية عبارة عن 4 طن لحوم. وفق الله الجميع لما فيه الخير، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الثلاثاء الموافق 19/2022 تم وصول 4 أطنان من لحوم صكوك الإطعام إلى مديرية أوقاف الجيزة، وتم تسليمهم إلى مديرية التضامن بالعجوزة، وبذلك يكون مجموع ما وصل من لحوم صكوك الإطعام إلى مديرية التضامن بالعجوزة 40 طنا من لحوم صكوك الإطعام. وكل عام وأنتم بخير.